بعت لي رساله تهددني. طب اعمل ايه؟ ما انت ما تردش عليا، ما كانش في حل تاني اعمله غير كده. وبعدين هي من اول ما رجعت انا مش عارفه اتلم عليك. اديك اتلميت عليا يا اختي، عندك ايه تقولي؟ طب خش جوه نتكلم. مش داخل في حته يا نسمة. ايه اللي حصل يا ابراهيم؟ فيه من اول ما رجعت لها خلاص نسيت كل حاجه اللي عملته فيك؟ نزمته ايه بقى الكلام ده؟ مالك يا ابراهيم؟ ايه اللي حصل؟ ده انا اتجوزت واتطلقت ولسه بفكر فيك، مش قادره انساك. واول ما عرفت ان نبيله سافرت خلاص فرحت، قلت فرصتي وجت لغايه عندي. واول ما خلاص تقربنا برضو جات وخدتك مني. ليه؟ مساء الخير. مساء النور. انا اسمع حبيبتي، انا نهار اسود ومنيل. تضربيني بالقلم يا بنت سيد الجندي؟ انت بتقف تصني وجاي هنا عند عشيقتك؟ انا بارتصك اه، بس هي مش عشيقتي والله. انت بتعملي ايه هنا؟ انت اللي بتعمل ايه هنا؟ احنا كان في حرامي جوه عندها في الشقه فكنا بنقفشه بس. وقفشته؟ لا لسه. اه انا مش عارفه انت عاجبك فيها ايه؟ ايه اللي عاجبك فيها؟ طولها مثلا يعني؟ طب عادي، انا ممكن البس كعب. والله مهما عملتي عمرك ما توصلي للجته دي ابدا. اي سمراء عادي ممكن اعمل تاني. مفيش اي شمس تقدر تجيب الدرجه دي من الالوان. اه ده انت بتستظرف بقى. ابوس ايدك يا نبيله، وطي صوتك، انت فاهمه الموضوع غلط. دي خايفه من الفضايح قوي كده؟ طب ده انا هفضل اعلي صوتي وهفضحك قدام. اخرسي. قرنوش نبيله. حاطه روش نبيله قدامي على البيت، يا اما هطلقك بيت ثلاثه. ممكن ده اوبشن يعني؟ انت لو ما طلقتنيش يا مهزق. مهزق؟ اه مهزق. عندك مشكله؟ لا انا بتاكد بس ان انا سمعت صح. هلم كل الشارع واقول انا مجرجراك من شقتها. خدها والنبي خدها من هنا. نبيله خدها. ابوس ايدك. خدها. امشي امشي قدامي. اوعى يزي ايدك بقى تف في وشي لو شفتني تاني. مبسوط؟ نسيت اقول لك على حاجه مهمه قوي. مش هتعشى يا نبيله مهما عملتي، اقسم بالله ما هتعشى. ايه رايك؟